بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مستر ربيع من التورمنت جيم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الاف ستيتمنت، وجنب الاف ستيتمنت هنتكلم او بعد الاف ستيتمنت هنتكلم عن هنعمل سيمبل كالكوليتور كده، يعني حاجه بسيطه كده كابلكيشن بسيط. اول حاجه نتكلم عن الاف ستيتمنت. هنقول ان السنتكس بتاع الاف ستيتمنت عباره عن كده: اف قوسين، بعد كده قوسين. هنا الكوسين دول هو المكان اللي هيتكتب فيه الكود. طب ايه الكوسين دول؟ الكوسين دول احط هنا كونديشن، بحيث الاف ستيتمنت بتقول لو الكونديشن ده اتحقق هيخش ينفذ الكود اللي هنا، لو الكونديشن ما اتحققش مش هينفذ الكود طبعا. تمام، دي بالنسبه للاف. في حاجه اسمها الس اف. الاس اف بيتشيك اول حاجه، لو دي اتحققت مش هيبص على الاس اف، لو دي ما اتحققتش هيبص على الـ else if. طيب الـ else if برضه syntax بتاعها كده عادي، وبتحط هنا برضه ايه؟ condition. تمام. طيب ممكن اضيف else if تاني عادي جدا، ساعتها لو ده اتحقق هيخش هنا مش هيبص على الاتنين دول، لو ده متحققش هيبص هنا الاول، لو ده اتحقق مش هيبص على دي، لو متحققش هيبص على اخر واحدة ويشوف اتحققت ولا. طيب لو اي واحدة من دول متحققتش، وانا عايز اقول له مثلا لو كل الاف الالس اف والاف اللي انا عاملهم ما اتحققوش، حقق لي الحاجه اللي هي الديفولت، يعني الحاجه اللي هي بتتحط الفاليو مثلا ليها ديفولت. في حاجه اسمها الس علشان اقول الكلام ده، الس من غير اف. فما دام انا قلت له اف بعد كده الس بعد كده الس، او قلت له اف بعد كده الس اف بعد كده الس اف، هيخش اول اف يشوف اتحققت ولا لا، تاني اف تشوف اتحققت ولا لا، تالت اف تشوف اتحققت ولا لا. طبعا في كل واحده لو اتحققت مش هيبص على اللي بعده. لو كل ده ما اتحققش، حتى هنا انا لو حاطط مليون الس اف مش هيخش يبص على الالس. انما لو كل ده ما اتحققش، قصدي اسف معلش، لو ده كله اتحقق مش هيبص، او اي واحده من دول اتحققت مش هيبص على اللي بعديها طبعا من ضمنهم الالس. انما لو ده كله ما اتحققش، لو انا حاطط مليون الس اف ومليون اف، لو ما تحققوش هيخش على طول على الالس. طبعا الالس اكتب فيها كود، هو ده البراكتس بتاع الكود عادي، ما بنهاش كوسين زي بقيه زي الالس الاف والالس يعني، ودي تعتبر الالس. طيب هنخش دلوقتي على الابلكيشن اللي احنا هنعمله. هو ابلكيشن عباره عن كالكوليتور، والكالكوليتور عشان نعرف يعني ايه الكونسيبت بتاع الكالكوليتور، اول حاجه انت بتدخل رقم، بعد كده عمليه اذا كان بلس او ماينس او على او ضرب او اي حاجه، او اربع عمليات من دول او اي حاجه من الاربع عمليات دول، بعد كده بتخش بتدخل رقم تاني. ده سيمبل كالكوليتور، يعني كالكوليتور بسيط جدا. هعملها ازاي؟ اول حاجه طبعا انا ممكن في اول رقم يبقى فلوت فيرست نمبر، وتاني رقم برضو ممكن يبقى فلوت يبقى سكند نمبر، يبقى انا كده حجزت مكانين للنمبر بتاعي. طيب طب الحاجه اللي هتتكتب في النص دي، البلس او الماينس او العلى او الضرب، يعتبر يعني الحاجات دي تعتبر ايه؟ يعني ايه الداتا تايب اللي انا هستخدمها عشان اقول لليوزر ادخلها؟ عموما ان الحاجات دي تعتبر اتشار، يبقى هحجز اتشار مثلا ايه او سي مثلا سي. طبعا ايه اللي بيحصل؟ انا اول حاجة هقول لليوزر سي ان، هقول سي ان الفيرست نمبر، يبقى بيدخل اول حاجة نمبر، بعد كده يدخل الاتشار، بعد كده يدخل السكند نمبر. طيب انا هعرف ازاي اذا كان ال معلش انا هعرف ازاي اذا كان الحرف دوت او الاتشار اللي انا دخلته اذا كان بلس ولا ماينس ولا ايه؟ هنا بقى هنستخدم الاف ستيتمنت. اول حاجه اف لو كان الحرف دوت ايكوال ايكوال، يعني ايكوال ايكوال دي دايما بتتحط مع الكونديشن، بتشيك اذا كان الرايت هاند سايد بيساوي الليفت هاند سايد ولا لا. فالرايت هاند سايد هنا سي، طب والليفت هاند سايد هقول له اكس، هيقول لي او هيقول لي ما هقول له بلس، هيقول لي لا غلط، هيقول
اقول له غلط، هو ايه البلس دوت؟ بيقول لي ما ينفعش البلس، ايه البلس اللي انت جايبه؟ فانا عشان اعرف ان ده حرف لازم احطه ما بين العلامتين دول اللي هي سنجل كوتيشن، لازم احطه بين العلامتين دول عشان اقول له ان ده حرف. يعني مثلا لو اقول له سي ده ايكوال ايه، يبقى انا اقول له الحرف كده. لو اقول له ايكوال ماينس نفس النظام، اقول له بلس. طيب يبقى هنا لو قلنا له ان هو لو كان بلس، يبقى انا هطلع لليوزر مجموع الرقمين دول. فانا هسي اوت النمبر 1 الفيرست نمبر بلس السكند نمبر سكند نمبر واندل. طيب لو كان حاجه زي حاجه تاني غير البلس، هدوس اف برضو؟ لا مش هدوس اف، مش هشتغل عليه، هشتغل على الاس اف بقى، عشان لو دي اتحققت ما يبصش على الباقي، كده كده اللوجيك مش هبص على الباقي. لو كان طبعا السي ايكوال ايكوال ماينس، فانا سي اوت الفيرست نمبر ماينس السكند نمبر. تمام نمشي كده لحد برضو ال سي اف. لو كان هو السي ايكوال ايكوال ضرب، فانا سي اوت سي اوت اف فيرست نمبر في سكند نمبر. لو كانت حاجة غير كده بقى هجيب هنا الإلس عادي، إلس هسي أوت بقى إيه العلى. لازم نتأكد في العلى الأول إن الرقم التاني مش زيرو، يبقى الإلس إف هيبقى جواها إف تاني. نستد إف، نستد إف ستيتمنت عادي جدا، ممكن أستخدم إف جوا إف جوا إف جوا إف إلى ما لا نهاية عادي. يبقى else هيخش في الالس وينفذ الكود اللي جوه الالس، والكود اللي جوه الالس عباره عن اف تانية. فانا اف هحط لك كونديشن ان سكند نمبر نوت ايكوال نوت ايكوال 0. هنا بقى النوت ايكوال سنتكس بتاعها كده نوت ايكوال 0. تمام بعد كده بعد ما اشوف ده كله لو هو مش بزيرو، فانا طبعا هقبل الاسم، هطلع الاسم عادي اللي هو اف نمبر، يبقى سي اوت if number first number على second number. تمام كده انا عملت البروجرام بتاعي، وهي دي simple calculator نرن. نرن عادي جدا اهو رن. استني طبعا مني الانبوت، الانبوت هنا اول حاجة مستني مني الانبوت. الانبوت اول حاجة طبعا عايز ايه الفيرست نمبر مثلا 5، فانا دخلت له مثلا دخله بلس 6، شوف هيطبع لي ايه. طبعا لي 11 فعلا، يبقى البلس شغالة. ومثلا لو انا مثلا قلت له 5 على 6 وعملت كده اهو الفلوتنج بوينت عالي جدا. طبعا عايزين طبعا كل الحاجات هتبقى شغالة، عايزين بقى نضيف حاجة كده بحيث ان هو لما يلاقي ان ده بيساوي زيرو يطلع اليوزر يقول له انت عملت حاجة غلط. فانا هنا بعد الاف، هو مش هنا، لو هو داس اف ولو ما دخلش في الاف دي، ممكن انا اكتب له else هنا يبقى هيخش في else على طول. اه طبعا، لان هو الكود بتاع الاف ما تنفس، يبقى هيخش ينفذ كود else على طول من غير ما يتشك على اي حاجة. فانا هسي اوت اليوزر واقول له انت دخلت حاجه غلط. طيب اعرض كلمه ازاي على الكونسول؟ هل ان انا اكتب كلمه كده عادي؟ لا طبعا هيجيب لي ايرور، يقول لي الكلمه دي مش بتعرفها عندي، لان هي ما اقراهاش ككلمه، هو اقراها كاسم فاريبل. طيب عشان اقول له ان عندي كلمه، يبقى لازم احطها من دبل كوتيشن كده هو، واقول له مثلا wrong، او اقول له مثلا second number must not be zero. وانت ال عادي نيجي نجرب. لو قلت له مثلا 5 على الزيرو اهو طلع لي سكند نمبر نوت ايكوال زيرو. شكرا جدا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.